السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة أولى عاملين ايه؟ النهاردة هحكي لكم قصة صغيرة خالص علشان تستنتجوا معايا احنا هناخد حرف ايه. الحرف اللي انا هكرره كتير في القصة هو ده الحرف اللي احنا هناخده. جلست خديجة وتناولت خبزا وجبنا. انا كررت حرف ايه هنا؟ كررت حرف الجيم. كررت حرف ايه؟ الجيم. طب تعالوا كده نغني مع بعض اغنية حلوة الحرف الجيم. جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء. جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء. ماشي يا سنة، تعالوا نبدأ مع بعض درسنا. حرف الجيم، حرف الجيم ده احنا قلنا اول حاجة هناخدها اشكال الحرف. قلنا اشكال الحرف ليه كم شكل؟ اول الكلام، وسط الكلام، اخر الكلام. يبقى اشكال الحرف ليه كم شكل؟ ثلاث اشكال، اول الكلام، وسط الكلام، اخر الكلام. طيب حرف الجيم في اول الكلام بيكون واقف ازاي؟ حرف الجيم اول الكلام بيمد ايديه الشمال، ووسط الكلام يا اما بيمد ايديه الشمال يا اما بيمد ايديه الاثنين ويطير زي العصافير. طيب وفي اخر الكلام؟ في اخر الكلام حرف الجيم يا اما بيمد ايديه اليمين يا اما بيكون واقف لوحده مش ماسك ايد حد. عندي مثلا امثله على حرف الجيم. اول الكلام جزر، جبن، جسر. وحرف الجيم وسط الكلام رجل، رجل، شجرة. وحرف الجيم آخر الكلام برج، زجاج، ثلج. بكده يا سنة أولى احنا عرفنا أشكال الحرف إن هما ثلاثة، أول الكلام، وسط الكلام، وآخر الكلام. عندي بقى أصوات الحرف. أصوات الحرف دي سنة أولى عندي حاجتين، حركات قصيرة وحركات طويلة. الحركات القصيرة دي أنا بنطقها بسرعة، بخطفها، بنطقها مرة واحدة. ليه؟ عشان هي قصيرة. زي إيه؟ فتحة كسرة ضمة سكون، فتحة كسرة ضمة سكون، فتحة كسرة ضمة سكون. بس السكون دي يا سنة أولى احنا بنقول عليها علامة، مش بنقول عليها ايه؟ حركة. طيب تعالوا نشوف أمثلة. جزرو، الجيم هنا عليها ايه؟ فتحة. جسرو، الجيم هنا تحتها ايه؟ كسرة. جبنو، الجيم هنا عليها ضمة. وجهو، الجيم هنا عليها سكون. تعالوا نشوف الحركات الطويلة اللي هي ثلاث حركات. ايه هما الحركات الطويلة؟ هي حروف المد. ايه هي حروف المد؟ ألف، واو، ياء. يبقى حروف المد ايه؟ حروف المد ثلاثة، ألف، واو، ياء. حروف المد ثلاثة، ألف، واو، ياء. ألف المد تحب الفتحة، ألف المد تحب الفتحة، ياء المد تحب الكسرة، ياء المد تحب الكسرة، واو المد تحب الضمة. عندي مثلا أمثلة على جيم فتحة وألف مد زي جابر، جابر. جيم كسرة وياء مد نجيب، نجيب. جيم ضمة واو مد وجوه، وجوه. تعالوا نحلل الكلمات إلى حروف مع ضبط إيه؟ الحروف. عندي جايب لي صورة جمل وكاتب لي ايه؟ كلمة جمل، عايزني احللها لحروف.
يبقى حروف، يبقى كل حرف لوحده، الجيم لوحدها والميم لوحدها واللام لوحدها. تاني سورة معايا، سورة جرسو. جرسو قلنا عشان نحلل الحروف هنزل كل حرف لوحده، الجيم لوحدها والراء لوحدها والسين لوحدها. رتب الحروف وكون كلمات. جايب لي هنا حروف ملخبطة وعايزني أرتبها عشان أكون كلمة. أول كلمة معايا كلمة جبنو، تاني كلمة كلمة رجلو. برافو عليكم يا سنة أولى. جسرو، وجوه، وجه. تاج، نسر. وبكده يا سنة أولى نكون خلصنا درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.